لك وينهم بناتك يا حرمة؟ راحوا لعند حسنة بنت الجيران، أنا سمحت لهم. ولك متأكدة من هالشي؟ إيه؟ ولك واثقة منه؟ ولك الله لا يوفقك ولا يوفقهم يا حرمة. السلام عليكم، يعطيك العافية يا أبي. الله لا يعافيكم ولا يعافي فيكم ولا عظمة، ولك عم تتفتلولي من صحايا ومتفرعين على وشكم يا عيال. والله لزوجكم لزبالين الحارة، والله. يا باطل خسر زعل معلمي، والله الروح بترخص لك. انت مفضل علي ولحم كتابي من خيرك، انت بس قل لي شو زعجك وانا من ايدك هي لايدك هي. صالح برني معلم، مو جاي على بالك تتجوز؟ ليش عم تسالني؟ بالصلاة على النبي، مو حابب تعمل عيلة وتتأهل وتكمكن مع شي بنت حلال؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا معلم، يعني سؤالك مثل عم تسال واحد جوعان وميت من الجوع، تاكل مشاوي، تاكل كباب، ايش بده يقول لك؟ يا حري حريشك يا صالح، ضحكتني وانا مو جاي على بالي الضحك. لك لاني ما بطيق شوفك زعلان. عمي، من الاخر، انا عندي بنتين حلوين وصغار، وبدي جوزهم. وبيقول المثل اخطب لبنتك قبل ابنك. يعني بدك تجوزني بناتك؟ بدك تجوزني واحدة من بناتك؟ هذا ما خذ شوفت عينك، والله ماني قد هالفوتة. عمي أنا بدي رجال حقيقي يقدر يصوم بناتي، مو هاممني المصاري. والله ما بعرف شو بدي لك يا معلمي، الله يجبر خاطرك ويعزك يا رب. لا تقول شيء، إذا وافقت لا تحكي لهم المصاري، عرسك على حسابي أنا. الله يجبر بخاطرك يا معلمي، الله يجبر بخاطرك. ايه بيبقى البنت الثانية، الله يبعث لها نصيبة. عندي معلمي، عندي. أنا بلاقي لها عريس. مين؟ عاصم، ابن عمي عاصم. زلمة زقرتي وقبضاي وعلى كيف كيفك، وفقير شرواي يعني. عاصم؟ والله عاصم ابن حلال وطيب ولقمته حلال. خلاص روح قل له لقيت مين يتبرع يجوزك وقريبه. اي والله لازم قل له لا يطير عقله، والله لا يدعي لك، والله لا يدعي لك من هون لحتى يموت. يلا روح روح. لك انا هيك ربيتكم؟ هيك علمتكم؟ يا حوانة تربيتي فيكم بس، يا شماتة عماتكم فيني وبتربيتي. امي يعني نحن والله ما حطينا راسك بالوحل، يعني نحن كل القصة انه هيك حبينا نسمع كلمتين حلوين. لك نحن امتى كنا هيك؟ لك مو هيك تربيتنا ولا هيك حياتنا؟ بدك تسمعي كلام حلو من رجال؟ لك شو عم تحكي انت؟ حبينا نمشي بالحواري ونشوف حياتنا ونشوف الدنيا، شو فيها يعني؟ يا مو نحن صح غلطنا، بس الله وكيلك ما عملنا العيبة، يعني نحن مالنا مثل بقية البنات الوسخين. والله شو؟ ماشي ماجي زلغتي، يا ماجي زلغتي، عن قريب رح نخلص من هالبنتين. شو؟ شو عم تحكي انت يا ابو ماجي؟ بده يجوزنا لصنايعية، بده يقبرنا فوق القبر اللي عايشين فيه، يعني من تحت الدلف لتحت المزراب، لا يعني فوق الحبسة فقر كمان. بسيطة يا أبي بسيطة، منشوف مين اللي رح مشي كلامه بالآخر. ولك يا عيني يا عيني، وأخيرا فتحت لك طاقة الفرج. لك يا عاصم والله ما عم صدق، لك الفضل لك يا ابن عمي. لك والله حاسس قلبي رح يوقف من الفرح. يا شب أنا كنت بقى كنت مثل الولاد الصغار، لساتك ما بتكبر، كل حياتك حتضلك صغير. لك إيه إيه بعد شو عليك؟ لك هذا حلم حياتي اللي يتجوز لك دخيل روحك. جاي عبالي شيل هالغطا عن وشي. لا ايو اذا حدا شافنا هلأ ما بنخلص. كنا بابوكي صرنا بجوز هالكراكوزات يلي جوزونا اياهم. يا حصرتي علينا، كل هالجمال وهالدلال واخرتنا هيك نصيبنا. سنفرجيهم شو بدك تعملي؟ شو بدي اعمل؟ بدي نطلع مشاوير روحات جيات نتسلى. ابري عليكي، هيك لازم نعيش حياتنا. تقبريني؟
شو رأيك نمرق لعند السايغ عماد؟ ما بتشوفي هيك كيف ببز عيونه لما بيشوفنا؟ والله بيحبنا كتير وبيدللنا. هو ولا جاره صاحب محل القمايش؟ ايه تقولي بعمره ما شايف بنات حلوين؟ ايه معناها خلينا نمرق لعندهم هن الاثنين، بلكي منستفاد بشغلة. شغلة شو؟ يعني شغلة مصاري، قطعة ذهب، قطعة قماش، أي شيء. لك مو بس حلوة وذكية كمان. إن شاء الله بتقفشين. لك شو هاد؟ شو هاد؟ شرشف تخت؟ شو هاد يعني قماشة مرتبة؟ بس هي غالية كثير نملك يعني من مصاريك اللي متلتلة. هلا لا تعدي تحاكيني كلام طلوع ونزول، انا ما جبرتك تتجوزيني، انت وابوك بتعرفوا وضعي قبل الجواز. ايه منعرف وعشت معك وشفت الفقر على اصوله. هلا ليش حكي سم البدن هاد؟ قولي لي منين جايبتيها؟ امي جابت لي الي ولاختي. شنو بتعرف رجالنا فقرة وما معهم غير يطعمونا كسرة الخبز. الله يسامحك يا هيام، الله يسامحك لأنك عم تكسب خاطري. لك أنا عم أطلع من الصبح لليل عم بشتغل وبشقى مشان عيشك عيشة هنية. عيشة هنية يا بعدي؟ من كليات الذهب اللي متلتلة بإيدي ولا عم تغديني كباب وتعشيني جاج؟ على عيشة هنية. لك استعجلي شوي مشان الاولاد. ليش شو حيصير عليهم؟ بالبيت وقافلين عليهم الباب. ما بتخافي يعملوا بحالهم شي؟ شو حيعملوا؟ بيكونوا عم يلعبوا بارض الديار، بعدين وعدناهم نجيب لهم قطامه. طيب تقبشيني ابعتي لي ابني بسرعه، بدي لحق اروح على البيت مشان الطبخه. من عيوني يلا. لك ولي 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 على راسي ولي على راسي ولي على راسي. لك شوفي لك شرفانين من السم. اي سم؟ شرفيها مثل حاططه في الزاويه قاعدين على ظهرها الرز حتى من قولي. بناخذ الاكياس وبنشلفهم برا وبنرجع لهم مثل ما اتفقنا. ليك شو بنقول انه الاولاد كانوا عم يلعبوا بالحاره وانا وقتي كنا بالبيت عم نشرب قهوه وفجاه اختفوا. معناها اكيد هيك حدا خطفهم وقتلهم ورماهم. وبهيك بنخلص من حكي اهلنا وزواجنا واهل الحاره لانه اذا عرفوا انه تاركينهم لحالهم بالبيت وطاشين ما رح نخلص. ماشي تعملي معي. ايه شلون يعني ما التقوا شلون؟ ايه ما خلينا زاوية بالحارة ما دورنا فيها. ولي على قلبي عليك يا ابني، وينك يا روحي وينك؟ أبي يا اختي شوفي يا شوفي شوفي ولا ادرى عنه ولا شوفي. وعليكم السلام. شو؟ لك شو بك شوفي؟ شوفي الأولاد. هي ميتي. قولي على أمتي 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 قولي على بين شي مع الدرقة؟ عمي الولاد بعدهم مسممين. الحكيم قال طالع الزبد من تبهم ولما قرب ليفحصهم شم ريحة سم طالعة منهم. شو انتو التنتين؟ ما بكن تحكوا الحقيقة؟ ونحنا شو بيعرفنا اللي خطفهم رح يعمل فيهم هيك؟ الولاد ما كانوا مخطوفين، الولاد كانوا بالبيت وكانت صواتهم طالعة لبرا.
شو عم تحكي انت ماجي؟ لك ما عاد فيني اسكت. دم هالولاد المساكين برقبه هالحيتين اللي للاسف انا اللي خلفتهم. مرت عمي مشان الله، مشان الله فهميني شو القصه. ابو ماجد بتتذكر لما قلت لك بدي روح شق على البنات؟ ما كنت رايحه شق عليهم، كنت رايحه بدي بهدلهم، لانه مرته للسايغ مسكتني وحكت لي عليهم حواكي هدول التنتين. لك يا عيب الشوم عليكم، بس فعلا دنا بالكلب اعوج لو حطوه ب100 قالب. ماجد انا راح تجيني الجلطه. لك احكي شو عندك. يوميتها حملت حالي ورحت لحتى زوره، دقيت على بيت هيام ما حدا رد علي، حملت حالي ورحت لعند فله. اسمع لك صوت هالولاد عم يعيطوا ويلعبوا وصوات عاليه دق دق، ما حدا يسمعني ولا حدا يفتح لي، يعني الاولاد كانوا بالبيت، الاولاد ما فيهم شيء كان. مضبوط الحكي ولك اياه. احكي قبل ما علق مشاعتك. احكي وليك. لك وين كنتوا عنهم انتوا ها؟ كنا عم نجيب اغراض. كذابين! كنتوا عم تفلتوا على حل شعركم. عم تجيبوا القمايش والذهب والمصاري لكان. اسمعي انت ويا هولي، انا متبريه من كل يوم دي. الله لا يسامحكم انت ويا، الله لا يسامحكم خطيه هالولاد.